مرحبا بك الناس كل الجميع. هلي بالنجمة رئيسك تشغيل المستقل بيخسر الهلال دور مكتب التشغيل وحبائك مبادر البحث في مستنادة الراغبين في بحث مشاريع صغرى من خلال مختلف مراحل الإجازة فيها. مثلا دبي يكون في المساعدة في بالوقت لفكرة المشروع في إنجاز وخط الأعمال في إيجاد مصادر تمويل والتكوين. بالطبيعة المساعدة دبي تكون عن طريق آليات موجودة عندنا في مكان التشغيل. الآلية دبي مش الوضع. على الآلية الأولى هي إنشاء مشروع كلمة لا كري فوتو بروجي بوركوا با. هذه دوما مع تكون في شكل ورشة دوما أريد. تهدف هذه الورشة إلى مساعدة المشارك في على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه. كيف تعرف الخصائص والصفات التي يجب أن تتوفر في أصحاب المشاريع. النقطة التي تساعده على تقييم مدى دافعية المسلط توجه للعمل المستقل أو آخر قرار بالعدول عنه. والورشة أبية بالطبيعة يعملها خبراء من داخل الوكالة. الآلية الثانية هي الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة للمبادرة. ميثود اوريجينال دو ريشيرش اكتيف دي زيدي نوفيل برونت برونت ما تسمى عنا في المكاتب والمنتفعات المبادرة مورينا دون فيها تلافيان بالطبيعة وينشطوها من خبراء من داخل الوكالة. سواء من أين تأتي فكرة مشروع؟ فكرة مشروع تأتي من ميولات شخصية من كفاءات من خبر المهنية من تشجيعات في القطاع من نصائح الآخرين من مشكل ما يكون مشكل في منطقة معينة كذا من بنوك أفكار مشاريع ومن حاجيات السوق. مشو الآلية اللي بعد الآلية فعل رتب مراحل إنجاز مشروع أورغانيزي فوتر بروجي دو كرياسيون. كيف يتم في شكل ورشة داخل المكاتب وينشطوها خبراء من داخل الوكالة. سامحني درجة الورشة اللي تساعد على التنظيم وترتيب المراحل الضرورية لإنجاز مشروع وكيف تأكيد عملية أخذ القرار متعرض بالتوجه إلى العمل المستقل. وهذه تمشي بها فما عملية ترتيبية مع تجي بعد المورال. الآلية الرابعة التكوين في مجال تنمية روح المبادرة. الآلية الرابعة هي بحث مؤسسات وتكوين باحثين ما يعبر عنه بالسيفي. والدورة فيه تدوم 20 يوم وينشطوها خبراء من خارج الوكالة. تكون عن طريق طلب عروض بتبيعه وتدوم 20 يوم. والفائدة من دورة السي في أبي إعداد مخطط الأعمال والدفاع أمام مصدر تمويل. بالنسبة لدورة أبي بتبيعك تكمل 20 يوم نعطيه شهيد ونعطيه منحة جزئية. بالنسبة للمتخرج نعطيه 200 دينار والمساويات الأخرى نعطيه 100 دينار. 100 دينار. الآلية الخامسة هي تربص التطبيق بالوسط المهني. ستاج براتيك انتربريز اس بي او الغايه منه هي التعرف على محيط العمل واكتساب الكفاءات العمليه والحرفيه لازم تسير مؤسسه. هذه تدوم 3 شهور بالطبيعه. بالنسبه للعباد العاده مواقف مبدئيه مشروطه من البي تي اس وقال له هو تلقاه راغب في تكوين قال كان ناقص في تال تام في تال حاجه معينه نقوم يعني بالتربص هذا ويدوم 3 شهور بتبيع كل نعطيه ذلك كيف منحه 200 دينار كل شهر بالنسبة للمتخرج و100 دينار للمساويات الأخرى. الآلية السادسة هي التكوين التكميل الفني. بالنسبة للآلية الأخرى هي السيفي والموران وإنشاء مشروع بورغانيزية كي يتم قبل الإنجاز. طبعا مش نحكيه بعد الإنجاز بعد الموافقة. التكوين التكميل الفني فورماسيون تكنيك هذه دورة تكوينية بالطبيعة اللي مفيها مجموعة من الباحثين الشبان بالطبيعة ويكونوا عن إشكاليات ولا يحبوا يطلبونا في فورماسيون تكنيك في من بار اكزومبل ناخذ اكزومبل باتيسي ولا حدادة في شاريمون ولا أي حاجة معناتها يكون ناقص فورماسيون فيها يعلموا مجموعة معينة ونعملوا إن فورماسيون تكنيك. الفورماسيون هذه تدوم 4 موا أو كان ماكس ولا 400 ساعة بالساعة. تكوين الفني تكوين تكوين المجالات الفنية التي لها علاقة بالمشروع.
بنزل عن التكوين تكميلي في التصرف حسب طريقة تصرف أنفي موسس عبر عن بالجيرم جيريمي فوتر أنتربريز. هذه دوم 7 أيام وينشطها خبراء من داخل الوكالة. دوم 7 أيام نعطيو فيها منحة جوزافير، نعطيو 25 دينار 50 دينار بالنسبة للمتخرجين و 25 دينار للمستويات الأخرى. هذه كما قلت دوم 7 أيام وفيها محاور كما التسويق كما الجيستيون دو ستوك الماركتينغ، عدة محاور مثلا تطرح فيها. هذه سمح متابعة مشاريع البائعين المساعدة على التطوير. هذه يتم عن طريق الزيارات الميدانية وعن طريق كيف كيف عن خبير مهني أسيسونس أسيسونس تكنيك معناتها بالنسبة للمؤسسات اللي عندها مر بصعوبات معينة ويتجاوزها الدولة معناتها والوكالة تحط على ذمتهم خبير بالطبيعة نكفلوا بخلاصوا احنا لمدة 12 يوم. كيف كيف بالنسبة كيف كيف اللي عملوا الدورات التكوينية في المجالات كل معناتها في إحدى الدورات بين نعطيو بعد عند الإنجاز نعطيو منحة مرافقة دون 12 شهر معناتها دون 12 شهر بالنسبة للمتخرجين نعطيو 200 دينار والمستوى الأخر نعطيو 300 دينار والدوم 12 موا. بالنسبة للي عنده موافقات تعرفوا الخير كل اللي عنده موافقات مبدئية من البي تي اس بنك تسوس التضامن يشترط يكون فما التمويل الفاتي. التمويل الفاتي هذا يتم عن طريق اعتماد انطلاق. الاعتماد انطلاق يمشي في شكل قرض من البنك التونسي للتضامن ويتم تسديده او خلاصه بعد ما يخلص القرض الاولاني ومن غير انتري. هذا كانت قبل تتم فيها جلسه بالنسبه للوقت الحاضر والاعلان الاخير تاع رئيس الحكومه كون التمويل الفاتي يمشي اوتوماتيك ما معناتها عن طريق اعتماد انطلاق معناتها. بدي بيع طول البي تي اس بعدين السيستم توزيع يحكي كوانيها نرجع نحوصل العمليه بكل البي تي اس اللي معناتها المكتب التشغيل صار له او المكاتب الاخرى المفروض مبادره الانطلاق من الانفورماسيون كري هذا البروجي مورين اورغانيزي فور بروجي سيفي لستاج بارتيكو انتربريز فورماسيون تكنيك جيرم لاسيسونس تكنيك ومنحة مرافق معناتها اليد كل موجودة في وحدة المؤسسات الصغرى. بالطبيعة راهو مش اوبليغاتوار تمر بالمراحل الكل راهو كل شخص كيف فانا مراحل يكون موجود كيف ينجم يكون من الاول كيف ينجم يكون في السيفي كيف ينجم يكون في لاسيسونس تكنيك راهو احنا والوعين تاع البعث. بالطبيعة نحاشوا بأي معلومة بأي استفسار بأي سؤال احنا عندكم موجودين على ذمتكم يعني مولو خيان تعمل تشغيل خسر الهلال وكيف كنت يتصلوا بنا على الهاتف تاع المكتب والبريد الإلكتروني ولا يتصلوا بنا مع المكتب تشغيل خسر الهلال من جنب المسلم وشكرا.